حاجة بره. طيب الأناكوندا، الأناكوندا الخضراء مخها يابس، هاي ربيتها فرش صغير كبرت وبضخم فيها، بس بدها يعني فترة هاي. المهم راسها يابس يابس، جالسة جدا، فيش عندها. طبعا عضتها اذا بتعضك بتمزع ايدك مزع، عضتها قوية مش مزحة يعني. كبرانة ضخمانة، شوف ما احلى الوانها. اناكوندا يا اناكوندا، طبعا شرسه هي، بلش اروض فيها بالكفات، هي بتتقبل الحمل يعني اهون من الايد، لو بالايد بتعض، بالكفات بتعض وبتفلت، بس بالايد اذا عضتك بتضل ماسك. طبعا هي عارف اني لابس كفات، لو مش لابس كفات فورا بتعض، شايف هاي عضت، بس ولا شي بالكفات، بس لو اني بايدي تمسك ايدك بتلف عليك بتفلتكش، يعني هي بتعرف انه بتحس اني انا مش بالايد. اما اذا بمسكها بايدي بتعضني وبتلف علي وبتضل عضة بتفلتش. بعدين اسنانها مضيات زي الشفر، يعني مش مزحة، اسنانها عليها تم واسنان مضيات مضيات زي الابر. هاي بدها حمل كل يوم، بصير احملها يعني كل يوم لفترة، كل يوم نقول يرفعها الواحد مثلا نص ساعة يلعبها هيك، خليها تتعب، شايف؟ بالأخص الأناكوندا لما تبلعها ممنوع تلعبها، بعد 5 أيام تقدر تلعبها. بدك باستمرار تعمل هذا الإشي عشان لما تكبر تبطل تعض، لأنه هاي راح تكبر تصير أضخم حي من العالم، يعني ضخمة ضخمة. طبعا نمو الأناكوندا هي بتكبر أضخم من البرمية بكثير، مش زي الأصالة البرمية، بأخذ وقت لما تكبر. يعني هاي صار لها عندي 3 سنين، طلع قديش لسه، يعني لو أصالة برمية بتبقى كبراني أكثر، بس الأناكوندا بتوكل بتطول لما حجمها يكبر بتغلب يعني، بس بديش توصل للحجم. أناكوندا حية حلوة بتجنن، بس مشكلتها شرسة، ولما تكبر بتصير حية خطرة يعني، بتترباش في الدور هاي. بس هاي لسه صغيرة كتكوت. أناكوندا عيني عليك، لا صارت تخمل وجعانة، لا بديش توصل اللحم، هاي اذا وصلت اللحم بتعضني، شايف؟ حي عنيدة راسها يابس. ايش انا كنت طلع عينيها كيف هي حلو حلو. الأناكوندا من جوا بيجي تمها عسواد، شايف؟ طلع كيف؟ ولسانها الأناكوندا بيجي تمها أسود جوا عسواد، ولسانها بكون أسود، تختلف عن الأصالات. حكيت الأناكوندا هاي مش من فصيلة الأصالات، من فصيلة الثعابين بسموها، يعني مش من قرايب الأصالات. ليش؟ لأن هاي الأناكوندا بتولد ولادة، يعني مش ولادة، شبه ولادة، البيض بضل في بطنها بيطلع حياة، يعني انت بتشوفش بيض، غير عن الاصالات. الاصالات بتبيض، اللي زي الاصالة البرمية والاصالة الشبكية وباقي كل الاصالات بتبيض بيض وبقعد 60 يوم بفكس. الاناكوندا بضلوا في رحمها بعد ما يجهز بفكس جواها وبيطلع حياة، يعني انت بتشوفش بيض، يعني تقريبا شبه ولادة.